لبنان يعيش أجواء حرب غزة. عند حدوده الجنوبية كل يوم معه جديده، وفي الداخل كل يوم موقف في السياسة على جبهة مشتعلة، تعيين قائد جديد للجيش أم التمديد للقائد الحالي. الجيش عمود خيمتنا والجيش سارية وطننا. النائب في البرلمان اللبناني وائل أبو فعور: فأوقف العبث بمؤسسة الجيش لألا يسقط الوطن فوق رؤوسنا جميعا. للجيش تحية في عيد الاستقلال الوطني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: إلى الجيش اللبناني قائدا قيادة ضباطا وأفرادا، هذه المؤسسة التي ثبتت وتثبت يوما بعد يوم أنها سياج الوطن وحامية الاستقلال. أين الإشكالية؟ الحظ السيء لهذا الاستحقاق أنه يأتي في ظل خلو سدة الرئاسة، وبالتالي الفرقاء السياسيين وتحديدا الطامحين إلى موقع رئاسي يتعاطون مع هذا الملف من منطلقات شخصية وليس من منطلقات وطنية. الكاتب والمحلل السياسي داود رمال: هناك طروحات عديدة لمعالجة مسألة الاستمرارية في قيادة الجيش. من الطروحات أنه وزير الدفاع أن يقدم على تأجيل التسريح، ولكن بناء على طلب قائد الجيش، وهذه البعض يفسرها على أنها غير قانونية، وأصلا وزير الدفاع ليس في هذا الوارد. هناك طرح آخر يتعلق بالتعيين في المجلس العسكري من قائد الجيش إلى الأعضاء الشاغرين. لماذا تعيين قائد جديد يطرح إشكالية؟ هناك ملاحظات جوهرية أساسية. الملاحظة الأولى أنه سيعتبر التعيين في ظل خلو سدة الرئاسة وغياب رئيس الجمهورية سطو على الصلاحيات المعنوية عدا عن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، لأن العرف دائما كان هو أن قائد الجيش يطرحه رئيس الجمهورية في الحكومة. إشكالية: الفرقاء أساسيين يعتبرون أن هذه الحكومة لا يحق لها الاجتماع واتخاذ القرارات، وأن هذه الحكومة تصرف الأعمال في النطاق الضيق وعلى المستوى الوزاري وليس الجامعي. مجلس النواب أم الحكومة؟ من يتحمل مسؤولية الاستحقاق؟ النائب في البرلمان اللبناني ميشيل موسى: لا، رئيس الوزراء بيعتبر أنه هذا الموضوع هو مهمة مجلس الوزراء بهذا الأمر، كون أنه يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. إذا لا، في مجلس النواب، والمشكل أنه مجلس النواب طبعاً كما كنا بنعرف أنه هناك فرقاء رافضين لعقد جلسات عامة لمجلس النواب قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ما يحسم الموضوع هو التفاهم السياسي بين الفرق. يناير المقبل تنتهي ولاية قائد الجيش الحالي جوزيف عون. السياسة تتحكم بالاستحقاق بعد حسابات الداخل لا تراعي دوما حسابات الحدود. ليس سرا الانقسام السياسي اللبناني. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.